لكم كل خير. حاليا متواجدين في منطقة بليتلي داخل مجمع سكني. احنا الان في الدور الرابع. نعرض لكم شقة عبارة عن 4 غرف وصالة واصل لها الغاز الطبيعي مثل ما انتم شايفين في الطابق الرابع. طبعا مساحة الشقة 185 متر مربع، هي عبارة عن 4 غرف صالة 3 دورات مياه. اول ما ندخل عندنا ما شاء الله مدخل الشرح، طبعا تمريد الانترنت واصل يمشي. هنا عندنا التلفون، طريق الكاميرا، هذه البوابة الرئيسية للشقة. على يسارنا مباشرة عندنا الصالة، ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة، التدفئة فيها عن طريق الغاز الطبيعي. طبعا ميزة الشقة انها جانبية ولها اطلال على البحر واطلال على الطبيعة. طبعا هذا مدرج مطار طرابزون، نبعد عن المطار ما يقارب 5 دقائق. طبعا في منطقة مركزية قريبة من كل شيء. هذه الصالة، عندنا البلكونة الأولى، بلكونة أمامية أو جانبية كما تشايفين ما شاء الله تبارك الله، طالتها جميلة. طالة كاملة على البحر والطبيعة. طبعا مجمع سكني مثل ما شايفين، عندنا مواقف سيارات فيها ألعاب أطفال، جلسات عائلية. هذه البلكونة طبعا مشتركة بين المطبخ والصالة. هذه الصالة، هنا عندنا المطبخ، طبعا دواليب راكبة جاهزة مثل ما شايفين. وهنا عندنا الغرفة الأولى، مساحة طيبة لها بلكونة خاصة فيها. هذه البلكونة طبعا المنطقة هذه راح تكون محلات تجارية، يعني سوبر ماركت ومخبز. وعندنا هذا الشارع الجديد بيتنفذ الآن، أيضا إطلالة جانبية على البحر. نشوف باقي الغرف، هنا عندنا دورة المياه الأولى، وهنا عندنا المخزن ستور، وهنا عندنا دورة المياه الرئيسية طبعا متكاملة. هذه الغرفة الأولى، وهنا عندنا الغرفة الثانية، الغرفة الثالثة والثانية. هذه الغرفة الرابعة، الشقة عبارة عن 4 غرف. غرفة النوم الرئيسية، وأيضا فيها دورة مياه خاصة بمنطقة بليتلي داخل مجمع سكن. طبعا نبعد عن جواهر مول ما يقارب 10 دقائق، عن مول الفورم تقريبا 5 دقائق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.